إليك طريقة إجراء أول صفقة تداول على MetaTrader 5. ستحتاج إلى حساب تداول ممول مع شركة Equity ومعلومات حسابك على MetaTrader 5. سجل الدخول إلى حسابك على MetaTrader 5. اذهب إلى تداول وانقر على علامة زائد في الجهة اليسرى أعلى الشاشة لفتح نافذة التداول. انقر على القائمة المنسدلة أعلى الشاشة لاختيار المنتج الذي ترغب بتداوله. انقر على تنفيذ السوق لتحديد نوع الأمر. استخدم أمر Buy Stop لتعيين سعر أعلى من مستوى السوق الحالي، أو أمر Buy Limit لفتح صفقة بسعر أقل من الأسعار الحالية. اضبط حجم تداولك عبر التمرير على حجم العقود من 0.01 إلى 150 عقداً. قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة لوضع حد للخسائر المحتملة. قم بتعيين حد لجني الأرباح لإغلاق الصفقة تلقائياً. انقر فوق سياسة التنفيذ لاختيار طريقة تنفيذ الصفقة. اختر كل شيء أو لا شيء إذا كنت ترغب في تنفيذ كامل الكمية للأمر أو إلغاؤها كاملة بدون تنفيذ جزئي، أو اختر التنفيذ الفوري أو الإلغاء ليتم تنفيذ الأمر بالكامل أو جزء منه بالسعر والكمية المتاحة، ثم إلغاء ما تبقى منه. لوضع أمر التداول اختر Buy للشراء أو Sell للبيع. انقر على تداول لمشاهدة النشاط المباشر أو مراقبة المراكز أو تتبع تحركات الأسعار في الوقت الفعلي. انقر على إغلاق المركز لإنهاء أمر التداول. تذكر أن الأسواق كثيرة الحركة وأن التداول ينطوي على مخاطر.